اهلا وسهلا فيكم اخواني بهالفيديو الجديد اللي اليوم راح نحكي فيه عن افضل تطبيقات الاندرويد اللي ممكن تعطيك افضل خلفيات لتليفونك. فاذا كنت مهتم في الموضوع وحاب تعرف ايش هي هاي التطبيقات اللي معانا اليوم خليك معي، يلا ننتقل الى الشرح. اهلا وسهلا فيكم اخواني بهالفيديو من جديد. طبعا زي ما حكينا رح نحكي عن افضل تطبيقات اللي ممكن تحصل من خلالها على افضل الصور، عالية الدقة وافضل الخلفيات لتليفونك الاندرويد. طبعا كل هاي التطبيقات مجانية، بامكانك تحملها من الجوجل بلاي بشكل مجاني او من خلال مدونتي، ورابط التدوين موجود اسفل الفيديو بالوصف. طبعا خلفية تليفوني اللي انا حاططها اليوم ماخذها من اول تطبيق اللي اسمه وولي. اول تطبيق معنا اليوم اسمه وولي او وولي. طبعا زي ما انتم ملاحظين هاي الخلفيات او هاي الصور اللي بقدم لك اياها تطبيق وولي. خلفيات رائعة بكل معنى الكلمة، خلفيات عالية الدقة، خلفيات من كل الألوان والأشكال والأحجام. صراحة تطبيقاتنا اليوم كل صورها رائعة جدا، وحاولت إني أختار لكم أفضل التطبيقات فعليا. طبعا ظهور الصور بتأخر على حسب سرعة الإنترنت عندك، فبدك تكون صبور شوي إذا كانت سرعة الإنترنت عندك بطيئة شوي. وننتقل إلى التطبيق اللي بعده. التطبيق اللي بعده اسمه وول روكس، تطبيق خرافي جدا للصور. خلينا نشوف الصور اللي بداخله أو بعض الخلفيات اللي موجودة فيه. طبعا زي ما انتم شايفين اول ما تفتح التطبيق هاي الخيارات او التصنيفات للصور اللي موجودة فيه، فبامكانك تختار اي تصنيف. خليني اختار اول تصنيف، وزي ما انتم ملاحظين هاي الخلفيات اللي طلعت لي خلفيات رائعة جدا، ممكن تعطي جمال خرافي لشاشة تليفونك. طبعا طريقة وضع الخلفيات كلياتها نفس الموضوع في كل التطبيقات، بتدخل على الصورة اللي بدك اياها وبتكبس على Set as Wallpaper وبتصير عندك خلفية على تليفونك ان شاء الله. وزي ما انتم ملاحظين الخلفية رائعة جدا وخلابة بالوانها الجميلة، يعني عن جد مش عارف كيف اوصف الخلفيات من جمالها. وزي ما انتم شايفين لو تكبس على طرف الشاشة في عندك هون كل هاي التصنيفات اللي موجودة للصور. مثلا خلينا ندخل على البلر او التغبيش، الصور المغبشة. وزي ما انتم ملاحظين هاي الصور اللي طلعت لي عن جد صور رائعة جدا بكل معنى الكلمة. نشوف التطبيق اللي بعده واللي اسمه وولجرام. هذا التطبيق رائع جدا، من زمان نزلته بعديها اختفى من الجوجل بلاي، ولكن الحمد لله اللي رجعوه. عن جد تطبيق خرافي جدا، ما بعرف هو ليش اختفى او كأنه اختفى من الدول العربية، المهم علينا. خلينا نفتح التطبيق ونشوف ايش هو. وزي ما انتم شايفين خلفيات رائعة جدا جدا جدا. لازم نغبش على هاي الصورة بظبطش تبين. اوكي المهم عن جد تصوير، عن جد الخلفيات، بطلت اعرف احكي، عن جد الخلفيات رائعة بشكل لا يوصف. طبعا ظهور الصور على حسب سرعة الانترنت عندك، كمان برجع بعيد وبكرر عشان ما تحكي لي التطبيقات بطيئة. اذا كبست على الجانب زي ما انت شايف في عندك كل هاي التصنيفات اللي موجودة للصور، وعن جد افضل برنامج انا شايفه لحد الان اللي هو هالبرنامج. خلينا نفوت على الانيمالز ونشوف الحيوانات اللي موجودة. زي ما انتم شايفين عن جد صور عالية الدقة وصور خرافية، صور ممكن انها تخلي شاشة تليفونك رائعة جدا، على اساس انك وين ما كنت لما تحمل تليفونك والعالم تشوف خلفيتك يحكوا لك من وين جبتها. ونشوف التطبيق اللي بعده. التطبيق اللي بعده اسمه بلاستيكسل، تطبيق جميل جدا ولكن مشكلته ما في صور كثير. طبعا زي ما انتم شايفين لما تفتحه راح تطلع معك هاي الخلفيات، خلفيات بسيطة بالوان متعددة، بامكانك تنزل للاسفل وتدور على الخلفية اللي بتعجبك. طبعا بامكانك تيجي هون على هاي الخانة اللي هون وتشوف كل هاي التصنيفات اللي موجودة للصور. مثلا نفوت على اللاندسكيب، زي ما انتم شايفين اعطاني كل هاي الخلفيات اللاندسكيب. ونشوف اخر تطبيق معانا اليوم واللي هو غني عن التعريف اللي اسمه باك دروبس. طبعا هالتطبيق انا من زمان عملت له مراجعة وكان اول مرة ينزل فيها على الجوجل بلاي وكان ما حدا محمله لسه، ولكن الآن وين صارت تحميلاته بالملايين. عن جد برنامج خرافي أيضا لتحميل الخلفيات لتليفونك. فزي ما أنتم ملاحظين كل هاي الخلفيات موجودة فيه، وطبعا كلياتها بدقة عالية، وبإمكانك تروح تشوف الكوميونتي هون وتشوف شو في صور موجودة في التطبيق من الكوميونتي. وطبعا بإمكانك تكبس على طرف الشاشة وتشوف هون التصنيفات اللي موجودة للصور، وتفوت على التصنيف اللي بيعجبك عشان تختار الصورة. مثلا خليني افوت على كوليكشن، او انه اشي مختار بالنسبة لهم هم مختارين لك اياه، وفي عندك هاي الصور الجميلة. طبعا كل فترة وفترة او كل يوم مش كل فترة بتتحدث الصور كلياتها، وهذا الحكي بينطبق على كل التطبيقات انه في تحديث يومي للصور.
ولهون اخواني بكون انتهيت من الفيديو. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تنزل تحت الفيديو وتعمل له لايك اذا عجبك الفيديو طبعا، اذا ما عجبك الفيديو اعمل له ديسلايك، واشترك بالقناة عشان يوصلك كل اشي جديد اذا ما كنت مشترك فيها، واترك لي رايك او تعليقك تحت الفيديو عشان نعرف شو نعمل وشو نسوي، اقتراحاتك اسئلتك، وباذن الله تعالى كلياته مجاب. الى هنا صار لازم اودعكم واحكي لكم، كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf، ان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.